سوي الحين يبا غطيهم هذي شو داخل ما تعودنا نسكر بيبان في ويا احد غطيهم يا بوش غطيهم السلام عليكم مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام تفضلوا يلا يا مين صج الدنيا صغيرة أخيرا التقينا يا عبد الله التقينا على خير يا ابو يوسف خير؟ ما اظن اني القى الخير بقلب مليان شر زمان وراح وكل شيء تبدل اللي في قلبي ما راح ولا تبدل نار تحرق نار ما تنطفي لنعيد الماضي يا ابو يوسف تونا نعيشه وتو قاعد تعيد ابو ولدي انا لو انسى الدنيا كلها ما راح انسى اللي حرمني من بهجة الدنيا وحرمني من فرحتي انا الايد اللي مدت لك انت الايد اللي كسرت قلبي يمكن بوقتها بس هذه الايد اللي سوت الخير الايد اللي تاخذ روح وتقتل ما يعوضها فعل الخير ما حد عارفك من الموجودين هني كثري انا لاني انا اللي ضقت التعاسة بسبتك وانا اللي ترملت بسبتك هذا قضاء وقدر الله يرحمك يا سعد توك ترحم عليه ليش ما رحمته ليش ظلمته ليش وصلته للقهر اللي وصله لين ما قضى عليه وما تحمل ما تحمل خيانة صاحبه أنا ما خنته يمكن تخليت عنه بس ما خنته والفلوس والعز والنعيم اللي انت عايش فيه من منو؟ مو من خير سعد؟ هذا كله من خيري هذا ريال أخاف الله أنا ما أبوك أنت تتهميني بأخلاقي يا أم يوسف وأنا الكل يشهد لي لا يكون المساعدات اللي قاعد تضحك بيها على الناس تسميها أعمال خير هذه ستار لغسيل أموالك تحسبني ما أعرف أنت مو جاية تطلبين بنتي يا أم يوسف أنت جاية تفضفضين الحقد اللي في قلبك وهذه فرصتك قولي أشوف قولي أنا اللي عندي قلته وما راح أسمح لك تاخذ ولدي والضيعة مثل ما أخذت زوجي وضيعته أنا اللي ما يشرفني أناسب قاتل أبو ولدي يلا يا يوسف
زين عمي انا بروح البيت تريلي ناطرني. اذا طلعت من حجرتها وقدرت تكلمها طمني عليها. الله يخليك. لا تحاتي ان شاء الله بكلمك. يلي بارز على نفسك ان شاء الله. في مالك. لا ما في شيء. ايش فيك؟ ما فيني شيء بس ابي اروح البيت. زين تكفيني ما خلي وديك المستشفى اطمن عليك. صدقني ما فيني شيء يا حبيبي بس ودني البيت. انا بعرف شو اللي صار. بس نوصل البيت بقول لك كل شيء. الو تعال ابيك بسرعه. ان شاء الله طال عمرك. حاضر تامر. مع السلامه. شهد الحمد لله أنا بخير. لا ما أقدر أيها الحزة الوقت وايد متأخر. خلاص خلاص لا تحنين راح إن شاء الله.
لهالدرجه وصلت فيهم الوقاحه انه يجونك هني البيت ويخطبون بنتك؟ انت تقول انه متزوج، يعني امها ما تدري انه متزوج؟ يمكن تدري، حتفرق عندها. انت متاكد من هالمعلومه يا محمد؟ هي طال عمرك. لا، وشفت زوجته ولده بعد. اي بس يا محمد، ام يوسف جايه تخطب حنين حق ولدي، جايه تفتح جروح الماضي وتبهدلني. ليش سوت كذي؟ ليش؟ يمكن يبي يخلي ضميرك يتعب اكثر، وبكذي يضمنون انك توافق تزوجهم بنتك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. ما أدري عمي، أنا آسف إني أقول لك هالكلام، أنا أحس إن يوسف قاعد يهاجمك من كل مكان علشان يشتت أفكارك. أنت متأكد إن يوسف متزوج؟ هي نعم طال عمرك، وإذا تبي تتأكد أنت بعد مستعد أجيب لك صورة من عقد الزواج. أيوة تكفى، أنا أبي نسخة من عقد الزواج. تكفى يا محمد. حاضر طال عمرك. فهد وينك؟ زين، انطرني بالمكتب انا ياك الحين. يلا مع السلامة. ارتاحي ارتاحي. اتصل لي يمك فرح شوفها وين. هالبنية تبي تجيب لي الجلطة. ان شاء الله يمك راح اتصل فيها. بس اول شيء خل اطمن عليك، بعدين كل اللي تبينه يصير. خلاص انا بخير يمك، لا تحاتي. أدري يمه إن بالك مشغول وتبي تعرف شنو اللي صار وليش صار كذي. أنا كنت ساكتة كل هالسنين عشان كنت حاول أحميك، بس صدقني يا يمه ما نقدر نوقف قدام القدر. أنتو حنين مستحيل تتزوجون. الحنين ما خليت من حنين. أنا بعرف شو اللي سمعته وش اللي صار. معقولة عبد الله الاسم اللي خشيتي عني طول هالسنين؟ معقولة هو اللي سوى كل هذا؟ إيه يما، هو السبب في موت أبوك. أنا بعرف السالفة كلها الحين. أنت كنت بعدك صغير. أبوك وعبد الله واحد ثالث دخلوا مع بعض بشراكة. أنا نبهت إنه ما يشارك أحد بس ما سمع كلامي. أبوك وثق وايد في عبد الله وحط كل ما يملك في هالموضوع، وبعد فترة خسر كل شيء. طبعاً عبد الله شال إيده من الموضوع وقال لأبوك دام إنك خسرت أنت تحمل الخسارة بروحك، أنا ما أقدر أسوي لك شيء. أبوك ما قدر يتحمل الصدمة، جت الجلطة ومات. وليش ما قلتي لي من الأول؟ ليش نطرتي بنتي تكون قاعدة وتالي تحكيتي؟ لأن الفرصة اللي صارت اليوم ما راح تتكرر مرة ثانية. فرصة إني أفضحها قدام بنته وأخليها تشوف أبوها على حقيقته وانتقم منه. ولو كنت قلت لك ورحت له وواجهته، عبد الله عنده ألف طريقة عشان يتهرب من الموضوع ويبري نفسه. أنا يوم دريت إنك تحب حنين بنت عبد الله حاولت أحذرك عشان تبعد عنها، بس أنت ما سمعت كلامي. أنا كنت متأكدة إن بيجي اليوم اللي بقابل فيه عبد الله وأنت بتكون معاي وتسمع بإذنك وتشوف بعينك حقيقته اللي لو ما صارت قدامك ما كنت بتصدقها. سامحني يوم اني ما صارحتك، بس كان لازم اسوي كذي.
بابا دقيت؟ على منو ادق؟ على منو؟ مو قلت لك دق على شهد؟ تصدق نسيت؟ مو شغله علي انا اعتمد عليك انت. بس بسم الله عليك قطعتي قلبي خلاص لا تبكين كذي. لا اله الا الله. الو هلا استاذه محمد. هلا استاذه شهد. لو سمحتي عندنا اجتماع بمكتب المساعدات بغينات شوي بس. اي زين خلاص بس عطني شوي ابدل ويك. زين مع السلامه. شهد خلاص انا برد البيت. لا والله انت وين ترجعين وانت بالحاله هذه؟ لا حبيبتي انا عندي اجتماع طارئ يعني بس شوي اجتماع خفيف اخلصه وارجع لك زين. لكن لا لكن ولا يمكن ولا ابي اسمع منك كلمه زياده. تكي عليهم مستأذني وقولي لهم راح تباتين عندي اليوم زين حبيبتي. اوكي حبيبتي انت خلاص بس عاد لا تقعدين تبكين كذي قطعتي قلبي. شوفي حبيبي انا الحين بمشي وبحاول استاذن اذا خلوني ارجع راح ارجع بسرعه وانت رايحي شويه. ولا اقول لك ايش رايك تقومين وتاكلي لك القيمه على بال ما انا ارجع. بس عاد لا تبكين. شهد وايد مشكوره ما قصرتي. حبيبتي انا ما سويت الا الواجب بس. شنو قلنا بلا بكي؟ اشوفك. اي كذي ابتسمي؟ حبيبتي يلا ماني مطوله زين؟ زين شنو كان ردك؟ قلت لأن يوسف متزوج. وي ما لقيت غير هالحل. وعلشان كذي لازم تزوج يوسف. بس شلون؟ ما أدري. والله يبي لنا وثيقة رسمية عشان نثبت هالزواج. ها؟ لا يكون تبي تزوجينا. حاجيك طمطمت ها؟ اسكت اسكت. لا يا فهد. مو أنا اللي تزوج يوسف. العروس موجودة. ليش تخون ابوي؟ شلون تسوي واحد كذي كان يعتبرك اخوه؟ شلون تسوي واحد كذي كان يهمك على حياته؟ وايد مستانس باسم المساعدات الخيريه مالك هذا؟ كل هذا فلوس حرام. ليش تسوي كذي حرام عليك؟ حرام عليك؟ ترى الموضوع سهل وايد. روح حق رفيجك اللي زور لنا الشهادة الجامعية أكيد راح يقدر يزور عقد الزواج. زين هذه مو مشكلة بس أنتي منو تفكرين؟ فرح. فرح موجودة عندي بالبيت وراح تنام الليلة عندي. آخذ هويتها ونصورها ورجع الهوية مكانها ولا كأنه صار شيء. حلو خوش حجي. فهد تروح مع شهد راح تعطيك هوية فرح أصورها تجيبها لي عشان أعطيها الريال يزورها لنا، فهمت؟ حاضر، very easy هذا الأمر. بس هالمرة مو تعبسنا، ترى يا ويلك مني. شوف فهد، ترى احنا وايد واثقين فيك، بس أنت مشكلتك أحياناً ها؟ ما تجمع، فأرجوك ركز شوي، الله يخليك. أنا أبي أثبت لك إن أنا مركز، فرح وطلعنا لها. ويوسف شلون؟ حبيبي، هوية يوسف مو مشكلة. موجودة هنا بالأرشيف عندنا نأخذها بأي وقت ونصورها. بس المهم الليلة أنا لازم أمرهم البيت أشوف عقب ما مروا عبد الله شو الأخبار شو اللي صار. السلام عليكم. أنا آسف للإزعاج. أنت شو اللي جايبك هنا؟ إيش فيك معصب علي أنا شو مسوي؟ أكيد عبد الله هو اللي مطرشك
واكيد انت بعد مشترك معاه، واتفقتوا انتوا الاثنين على سعد، وفوق كل هذا بعد جاي بيتي هني عندنا. انتوا شنو تبون منا؟ انتوا ما عندكم رحمه؟ شو الحكي هذا؟ ايش قاعد تقولين يبا؟ الكلام اللي قاعد تقولينه ما ادري عنه بالمره. ليش؟ مو انتوا الاثنين تشتغلون مع بعض في مكتب المساعدات، صح ولا لا؟ يا ام يوسف الله يهديك، اي صح. يبا عبد الله يقدم مبالغ حق مكتب المساعدات يساعد العالم، وبنت حنين متطوعه بالمكتب. طيب تفضل. مشكور. صدقيني انا ما ادري عن شيء، توني عرفت كل شيء. انا طول عمري اساعدكم واجيب لكم اللي محتاجينه ليه عندكم للبيت. صدق انها مساعده صغيره، بس هذا اللي الله قدرني عليه. انت ليش تقولي لي هالحكي وليش تتهميني اصلا؟ عاي ليش للحين انت بعدك وياهم؟ انا بحياتي ما كنت وياهم. انا طول عمري مع سعد. سعد قبل لا يموت قال لي. شنو قال لك سعد؟ قال لي اني اوقف معاكم وادير بالي عليكم علشان عبد الله، عشان اخذ حقكم منه. شنو؟ اي نعم، ولو اني انا مو واقف معاكم كان الله يعلم ايش سوى فيكم عبد الله. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وبعدين وياك يعني شوفي لي تصرفه. انا طلعت من البيت وانتي تبكين، والحين راجع البيت وبعدك تبكين. انتي شنو ما تملين من البيت؟ شي ايش تبيني اسوي؟ انا ما بدي شيء غير اني ابكي. هذا يوسف راح يخطب حنين، وانا اللي حبيته طول عمري ما درى عني. ابشرك يوسف وحنين ما بيتزوجون. سبيكه طلعت من بيت عبد الله وهي تصرخ وتبكي. شلون؟ ايش قاعد تقولين؟ ما ادري، كل اللي اعرفه ان سبيكه طلعت من هناك وهي تدعي على عبد الله وتصرخ. زين ليش صار؟ لا تحاتين، راح نعرف كل شيء بعدين. قومي 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 غسلي وجهك عشان نشرب كوفي ونسولف على رواق. يلا قومي. اي اوكي زين. Thank you.
بطل الباب يا حنين. حنين السلام عليكم. عليك السلام. اهلا وسهلا. أنا حنين. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. تفضلي. شوفي لي أمك. الله يخليك اخوي، انا بسالك عن هذا. هذا مفتاح من مفاتيح خزائن البنك الاي تي اف بي. اي شلون نقدر نوصل له؟ هذه الخزائن تحولت لارشيف من زمان. يعني شنو؟ ما تقدر تساعدني؟ راح احاول قدر المستطاع وإن شاء الله نطلع النتيجة. مشكور وما قصرت، وإذا قدرت توصل حق إيش بلغني. لك أمانك، إن شاء الله خير. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. هذا البريد. مشكور. يوسف ماذا يقوله؟ لا. خلاص اوكي مشكور. يوسف ليش ما قلت انك طالع؟ لازم اقول لك اني طالع يعني ولا شنو؟ لا بس انا قلت يعني نروح مع بعض ونسولف. مالي خلق، حاس اني بكون بروحي. يوسف ايش فيك معصب علي؟ لا انا مو معصب، بس اذا تميتي واقفه كذي اكيد بعصب. ماشي يلا كاني بمشي. أهلا صباح النور. حنين موجودة؟ أي نعم موجودة. ممكن تخبرينا هني؟ يلا. تدري؟ خليني بدش عليها وبسوي لها مفاجأة. أوكي. صباح الخير. يا حبيبتي صباح النور. شلونك؟ تمام. ها يعني شفت التليفون، بس طبعا لاني انا الفقيره المسكينه مو تتنازلين تتصلين علي. سوري حبيبتي، تين قولي لي شنو صار. انا اللي بعرف شنو صار وليش صار كل هذا. شلون يعني ما كلمتي ابوك؟ لا طلعت مبكر من الصبح، من أمس وأنا أفكر بكلام أم يوسف. أنا خايفة ليكون كلامها صدق. والله يا حنين أنا أمس يعني أول مرة أشوف عمي بهالضعف والانكسار اللي كان فيه. قعدت طول الليل أفكر، معقولة أبوك يسوي كل هذا؟ أنا كنت حاسة إن في شيء أبوي خاشع عني، بس الحين تأكدت
سارة أنا من فترة كنت مارة عند مكتب أبوي وكنت سامعتها يبكي ويطلب من أحد إنه يسامحه. كان بيده صورة، الصورة هذه كانت صورة أبو يوسف، والكلام اللي قالتها أمس أبو يوسف شنو؟ أنت قولي لي شنو؟ شنو معناته؟ أنا متأكدة إن أبوي ما له يد بالموضوع، بس ساعدتيني أفكار ما أعرف شنو هي.